Da casa. Da camarra. يلا النهارده هناخد رصاصتك. انتوا قاعدين كده ليه ورا؟ هو انت شايف عارف النهارده هناخد رصاصتك. بص يا دكتور، الرصاصتك أول مجموعة أمراض كونجنت. أول مجموعة أمراض في الإسوفاجس الكونجنت. بص يا دكتور، الإسوفاجس كان congenital anomalies. بديك اكزامبل ستريكشر، congenital ستريكشر في الاسوفيجاس، اتريزيا في الاسوفيجاس. اتريزيا يعني كومبليت اوبستراكشن، انما ستينوزس مازال في اليوم بس ضيق. ومديك اكزامبل شورت اسوفيجاس، ده ممكن يبقى اصغر شويه من الشورت. ليه متأخرين لي يا عرايس؟ وحاجة اسمها تراكيو كوسبجيال فيستلا. عايز أسأل سؤال للعظيم معهد وأقول له ليه كاتب قصادك كونجينيتال أنوماليز من غير تفاصيل؟ اكتب لي manifestations. بص يا بنتي، الكونجنتال اوسوفيجيال ديس اوردر ليها اتنين manifestations، خد بالك منهم، ديسفيجيا وفيلير تو جين ويت. فيلير تو جين ويت ادي واحد. اتنين aspiration. الاثنين دول ايه؟ النيوبورن. بص يا دكتور، واحد او واحده من زمايلكم اتجوز وخلف، فرايح تبارك المولود، فيقول لك ايه؟ الواد ده ما بيبلعش كويس. سلام. الو؟ لا لسه، ده انا لسه في الشغل. لا لسه. يجي يقول لك ايه؟ الواد ما بيبلعش كويس. او يقول لك الواد كل ما يجي يبلع يشرب ويزرق ويكح. التو سيمبتومز دول في النيو بورن خلي بالك منهم، احد اسبابهم الكونجينيتال انوماليز في الاسوفاجس. لو في ستينوزس او ستريكشر او اتريزيا، هتلاقي الام بتقول لك الواد ما بيبلعش كويس، تقول لها الدليل ان تقول لك اول ما يجي يرضع يرد اللبن على طول. تبص كده الوزن الواد تلاقيه خاسف ومدهب. الديسفيجيا النيوبورن ما تاخدهاش بسهوله، لان احد الاسباب الكونجنتال انوماليز. وكذلك الاسبيريشن النيوبورن، لو رحت تزور حد لسه مولود يقول لك ايه؟ ده كل ما يجي يرضع يشرب ويزرع. احد الاسباب مثلا زي التراكيو سوبجيكتيف. لان المعتاد لما واحد فيكم بيروح يزور مولود يقول لك ايه؟ الوقت فيه كذا، تقول لا 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 هم سالين كل حاجه الحمد لله، ده باذن الله ربنا يديله الصحه طول العمر. ويقعد يسمعوا البقين دول من غير ما يبص ويقيم الولد فعلا.
لان احنا عاد عندنا هنا في مصر نحب نطمن دايما، ما نحبش دماغنا تروح للحاجه الوحشه. يعني انا واحد قال لك ايه ده دخل على الواد، هي الدخل الواد كان زي القمر، جاله اكسبشن تيست. وانا اللي عملت له اكسبشن تيست ده هتبص لي ايه؟ لا انت بتعمل الديسفيجيا النيو بورن والاسبيريشن النيو بورن تفسر بالكونجنتال اكسبشن ديزيز. هيبقى مطلوب منك تطلب من الام ايه؟ تعمل لك باريوم. الباريوم باريوم يعني تبلع العين صبغه وتشوف المجرى بتاعت الاسوفيجاس ضيقه ستينوز في تراكيو اوسفيجيا فيستر، وتطلب منها تعمل اندوسكوب. فاكتب لي كده انفستيجيشن للكونجنتال اوسفيجيا ديزيز، اكتب كونتراست ستادي واحد، كونتراست ستادي اوف اوسفيجاس كونتراست اللي هو باريوم. ساعات يعملوا بدل الباريوم حاجه اسمها جاستروجرافي، كونتراست ستادي واندوسكوبيك اسيسمنت. كونتراست ستادي واندوسكوبيك اسيسمنت. تعالوا ننزل للمرض الثاني، فورين بودي اوسوفيجاس. الفورين بودي اوسوفيجاس، الاوسوفيجاس يا شباب طوله 25 سنتي. ايوه كده سنتي. الاوسوفيجاس طوله 25 سنتي. الا في الواد ده الطويل ده، الاوسوفيجاس عنده متر ونص. احنا بنقول الانسان العادي 25 سنتي، انما الطويله ده تلاقي الاوسوفيجاس عنده مترين. الاوسوفيجاس بيبتدي على بعد عينك عليا كده يا دكتور. الاوسوفيجاس بيبتدي عند عضله اسمها الكريكو فارنجس. فوق الكريكو فارنجس ثالث، تحت الكريكو فارنجس اوسوفيجاس، يبقى العضله الفاصله اسمها الكريكو فارنجس. وبره الفارنجس في اورال كافيتي، وحدود الاورال كافيتي او ابر انسايزر واللور انسايزر. طول الاورال كافيتي والفارنجس مع بعض 15 سم. الاورال كافيتي والفارنس مع بعض 15 سنتي، والاوسوفيجاس 25 سنتي. فلما بيجوا يحسبوا النورمال ستريكشرز اللي في الاوسوفيجاس بيقول لك على بعد اكس سنتي من الابر انسايز. يعني لما اقول لك دلوقتي في نورمال ستريكشرز في الاوسوفيجاس على بعد كذا من الابر انسايز، معمول حساب ان في 15 سنتي اورال كافيتي وفارنس. طيب في حاجه اسمها نورمال اوسوفيجيال كونستريكشنز. كل فينا ثلاثه كونستريكشنز طبيعيه في الاوسوفيجاس. اول كونستريكشن جاست بيلو كريكو فارنجس، يعني تقدر تقول جاست بيلو كريكو فارنجس دي تقدر تقول ايه؟ عند الانلت. اول استريكشن عند الانلت، ويبقى ده على بعد قد ايه من الابر انسايزر؟ 15 سنتي. الاستركشر رقم 2 عند السايت، عند السايت اللي الليفت برونكس بتعدي فيه على الاوسوفيكس. At point of crossing of left bronchus. الليفت برونكس لما بتعدي على الاوسوفيكس بتضيقه، وده على بعد 25 سنتي من الابر انسايزر. الاستركشر الثالث عند اللور اند اللي هي الدايفراجماتيك اوبننج، او تقدر تقول عليها بمعنى اخر كاردياك سبينتر. يعني الاخر الاستركشر ده يطول عند الدايفراجماتيك اوبننج، يطول عند الكاردياك سبينتر، وده على بعد 40 سنتي من الابر انسايزر. وعايزين نعرف مين اضيقهم اول واحد. اول واحد اللي هو جاست بيلو الانلت ده اضيق حته في الاوسوفيجاس. اللي هو جاست بيلو كريكو فارنجس. ده اضيق دي في الثلاثه. تايبس اوف فورين بودي اوسوفيجاس اللي كومن نشوفها. كومن نشوف الكوينز. العيال الصغيره لو حطيت قدامهم كوين يبلعوه.
ده كومن. بيج بيس اوف ميت في الناس الطفصة، لما بتبقى في عزومة بتتسبب، انا اكلت 7 حتت وانت اكلت 4 حتت يبقى انا الكسبان. تبص ليه ما بيمضغش يا برنس، طالع حتة لحمة كبيرة تقوم طخ ما واقفة. دي حاجة برضو كومن بنشوفها. اللي كومن كتير برضو لو عيان عنده استريكشن وكل اي حاجة سوليد، حتة لحمة، حتة فرخة، حمص، الكشري، لو عندك استريكشن اوسوفيكس في حاجات كتير تقف، حتى طبيعي ما تقفش في الناس العادية، تقف عنده حتة عيش، حتة لحمة، حتة تفاحة، بص لو وقفت، لو انت عندك استريكشن اوسوفيكس. لكن اغرب فورين بودي انا شفته في حياتي، قلت لكم قبل كده، اغرب فورين لمبه، واد كان بلع لمبه. عارف لمبه السقف المدوره دي؟ والله العظيم شفتها، الواد بلع لمبه، بلع عشان كان كان عنده مرض اسمه سكيزوفرينيا. عارف مرض السكيزوفرينيا؟ كان عنده سكيزوفرينيا، فكان عنده حاجه اسمها هيبيفرينيك سكيزوفرينيا، very aggressive type of schizophrenia. ايه رايك ان انا مره دخل عندنا المستشفى ركبت له 2 كانيولات فكهم وبلعها، كانيولات وريد، فكها بالبلاستر وبلعها. الواد ده بلع لمبه، ده كان فورين بودي غريب. برضو من ضمن الفورين بوديز الغريبه واحد بلع زلطه، معرفش ايه يعني غريبتهم، بلع زلطه والله زلطه. طب ابو لمبه ده اسمه مثلا عاوز ينور جوفه او ينور قلبه بالايمان مثلا، فاضطر يبلع اللمبه عشان ينور قلبه بالايمان، انما اللي بلع زلط عشان يزلط قلبه بالايمان ما ولا ايه؟ والله بلع زلط. السيمبتومز بتاعت الفورين بودي اوسوفيكاس هلحقها بالكومبليكيشنز. السيمبتومز والكومبليكيشنز هقولها از وان ايتم. بتتراوح الكلينيكال بيكشر بتاعت الفورين بودي اوسوفيكاس ما بين انه يقف فيعمل لي ديسفيجيا وريتروسترنال بين وريجارديتيشن اوف سلايفا او اي حاجه يحاول يبلعها. ريجارديتيشن يعني ترجع. هتتراوح الكلينيكال بيكشر بتاعت الفورين بودي اوسوفيكاس ما بين انه جاست يقف فيعمل ديسفيجيا وريتروسترنال ديسكمفر وريجارديتيشن اوف سلايفا او اي حاجه يحاول يبلعها، الى ان تصل لمرحله خطيره ان الفورين بودي يجرح الوول او يربشره فتطلع سلايفا واكل في الميدياستاينم فتعمل نيمو ميدياستاينم، نيمو سوركس، وسيفير انفكشن اسمها ميدياستاينايتس ممكن تموت العيان. انا شفت في حياتي على راي الست صباح قابلت كتير فرشولي عشان الارض فورين بودي، شفت 7 حالات فورين بودي ربشرت الاوسوفيكس، 7 ماتوا. عشان ادي امل بس في الطب، 7 حالات ربشر اوسوفيكس لما فرقع الاوسوفيكس بالفورين بودي، طلع هوا في الميدياستاينم، طلع هوا قطع البلورا، سوري القطع وصل البلورا عمل نيمو سوركس، وحصل السلايفا نزلت في الميدياستاينم عملت ميدياستاينايتس. الميدياستاينايتس دي اللي ميجور فيتال انفكشن. الميدياستاينم ده فيه ايه؟ اورطة وقلب وبريكارديوم ومش عمل رابشر اورطة، ميجور فيتال انفكشن. عشان كده بقول لك ال7 حالات اللي شفتهم رابشر اوسوفيكس ال7 ماتوا. يبقى تتراوح الكلينيكال بيكشر بتاعت الفورين بودي ما بين مايلد وسيفير. مايلد يعني هتعمل جاست ريتروسترنال ديسكمفورت مع ديسفيجيا مع ريجرجيتيشن، ولو ربشرت الاوسوفيجاس هتخش في الكومبليكيشن وتعمل لك نيمو سوركس، نيمو ميدياستاينا وميدياستاينايتس وغالبا عينين. انفستيجيشن للفورين بودي اوسوفيجاس، نمره 1 اكس راي، شيست، نمرة 2 اندوسكوب.
امتى بتعمل اكس راي شيست وامتى بتعمل اندوسكوب؟ الساعة 7 الا ربع الصبح بتعمل اكس راي، 9 الا 10 امتى بتعملها؟ حسب السيفيرتي. ايه السيفيرتي دي؟ على برنس البلع. على حسب ايه؟ اللي اتبلع. ايه اللي اتبلع؟ ذكر وانتهى يعني؟ بلعت كوين ده ذكر، بلعت عملة دي انتهى يعني. سن سن الفورين بودي؟ لا انا ممكن تلاقي فورين بقاله 5 سنين. هو صغير يا دكتور ما عادش طب حالة توكسيك؟ لا. لا. حسب مزاج العيان؟ حسب مزاج العيان؟ لو لقيتش حاجة. أنا ممكن أجيب برايم بودي وأنا أنا بقول إمتى تشخصي بإندوسكوب وإمتى تشخصي بإكس راي؟ على حسب الفورين بودي زي ما قال الواد ده. لو الفورين بودي معدن يبان في الإكس راي. أي حاجة غير المعدن ما تبانش في الإكس راي. يعني لو عيان داخل يقول لك ايه ده الواد ده بلع كوين بلع مفتاح صوره اكس راي هيبان، لكن لو قال لك بلع حته لحمه بلع حمص كشري بلع حته فرخه واقفه مش عارف ايه كل ده ما يبانش في الاكس راي، ما بيتشخصش الا بالاندوسكوب. ده اللي بيسموه بقى بالانجليزي لو بلع راديو اوبيك فورين بودي اعمل له اكس راي، لو بلع راديو لوسنت فورين بودي اعمل له اندوسكوب. تعالوا نشوف التريتمنت. التريتمنت اندوسكوبيك ريموفال للفورين بودي. بدخل منظار حديد كده مجوف ومد الجفت اشيل الفورين بودي. طب افرض لقيت الفورين بودي امباكتد يا اشرف زي الواد اللي كان بلع زلط، هتمسكها ازاي بالجفت؟ ايه حلولك التانية لو ما عرفتش تشيل الفورين بودي؟ نسأل شيل صحيح. اشيل الاوسفجس واقول له منين اهو. اشيل الاوسفجس بقى، اشيل الاوسفجس يا برنس. ايه؟ اه الحل الثاني اللي ما تقدرش تشده وتخرجه ممكن تزقه على جوه تنزله الاستومك. صح، بس في حاله ما يكون بلع حاجه تتزق يعني بلع حته لحمه واقفه نزلها وهتتهضم، لكن لو بلع الزلطه ما اقدرش ازقها على تحت تعمل سنه ريستراكشن. زقها فزقته، زقها ولا شفت ايه؟ زقها فهي غضبت جدا. لا بجد والله. ايه قولي اللي انت بتقوليه بقى زلط وهو غضبت جدا. زلط قد ايه يا برنسيس؟ قد ولدين صباع. ايوه انا بكلمك على زلط زلط. هو ولدين صباع كده وزقوا انا؟ ده بلاد مجرمة قوي. ده اللي عمل له كده كان مجرم. يا دي النغمة القديمة دي. قديمة قوي. بص يا دكتوره اللي عمل كده ريسك، عمل ريسك زقها كانت ممكن تعمل انستانر اوبستراكشن. انت بتوصفي بتقولي كبيره كده تعمل انستانر اوبستراكشن. لا انا لو بلع حاجه مش قادر اخرجها ممكن ازقها على الاستومر، بس لو كانت من النوع اللي بيتهضم حته لحمه حته مش عارف ايه شويه ميه واقفين ازقهم. لكن الوسيلة الثالثة تفتح الفارنس والاوسوفيجاس وتشيل الفورين بودي وترجع تخيطه تاني. حاجة اسمها اكتب اف امباكتد، اف امباكتد، اكتب اف امباكتد فورايجن بودي. انت بقى كنت زمان تختلف الوقت، مش عارف النهارده بقيت المعتاد بتاعك تخش بعد الحساب الرابع. ليه كده؟ ازعل وهدي عليك. If impacted foreign body or esophagus active either pushing it down to the stomach or do lateral pharyngotomy then removal of foreign body or closure. Either pushing the foreign body down to esophagus, so down to stomach, or do lateral pharyngotomy to remove the foreign body. انا فاكر الوقت بتاع الزلطه واللمبه دول فتحنا الفارنكس مدينا ايدينا جبنا الفورم بودي وشلنا. في طريقه بس مش عايزك تكتبها، في طريقه بس مش عايزك تكتبها. الطريقه دي بتتعمل كالاتي.
عارفين مضرب البيض؟ عارفين مضرب البيض؟ ايوه ما ترد. أيوة. خلاص الجمله خلصت. سالتك بس عارفين مضرب البيض؟ نخش في المغرب. سؤال واجابه. خلاص عارفين مضرب البيض؟ عارفين. خلاص سؤال عجب. مضرب البيض بص بتبقى سلكه عامله كده. في بقى حاجه اسمها دورم يا باسكت، مجموعه سلوك بتدخلها من جنب الفورين بوت وتقوم لعب فيها. السلوك دي بتقوم عامله زي مضرب البيض تحت الفورين بوت وتقوم شددها وتقوم خلع الفورين بوت معاك. يعني هي بتبقى مجموعه سلوك كده وهي مفتوحه بتبقى مجموعه سلوك عامله كده وطرفها عامل كده سلوك. دي بعد ما تنفخ الدورم يا باسكت، قبل ما تنفخها هي بتبقى مجموعه سلوك جنب بعضها كده. خلاص؟ اول ما ادخلها وهي كده جنب الفورين بودي ادخلها كده واقوم نافخ الدورم يا باسكت دي منفوشه ورا الفورين بودي تقوم شاددها. حاجه اسمها دورم يا باسكت ساعات بنجيب بيها الفورين بودي. بس يعني ما تكتبوهاش لان دي مش معتاده. ازيك يا عسل؟ انت ايه؟ انا زي بتاع دي دلوقتي. انتوا جايين متاخرين ليه؟ صوره مين؟ شوف الدكتور لا انت بتقول لي الصوره مين يا دكتور؟ يا عيني انت ارحموني بقى. انت هتقعد قدامي كمان وانت بتاكل؟ طب اعطيني كان عندي طالب اول ما ابتديت ادرس خالص كنت بدرس في سنتر اسمه سكاي اللي هو كشف في البلد. اقسم بالله ما في حصه درستها له كان بيقعد دايما في الاخر الا وهو طالع من عند شيخ البلد يجيب علبه كشري ويقلب لنا علبه كشري ولا والدقه. وانا بقى قاعد بشتغل وبشرح وهو بيعمل صباعه كده على ازازه الشرطه. كان يقلب لنا ريحه الاوضه كشري. طيب قلبته الصفقه يا حبيبي وشفته الكروسيف اوسفجايتس. كروسيف اوسفجايتس واحد بلع ماده كروسيف. يلا قول لي مواد كروسيف الكالاين واسيدك. الكالاين زمان كانوا بيغسلوا بحاجه اسمها بطاسه. حد فيكم حضر الايام دي؟ طبعا انتوا جيل بابي ومامي واخوان بياكلوا مربى لله. بابي ومامي بيغسلوا بلوكس او كامي. انما انا وانا صغير يلا ما كانش في لا لوكس ولا كامي. والله الحاجات دي استوردت بعد الحرب. انا مواليد 71 فكان الحرب بقى كانت قطع علينا ميه ونور. كان هو الغسيل يا بطاس. البطاس ده كي او اتش بوتاسيوم هيدروكسيد. البوتاسيوم هيدروكسيد عارفين اكياس السكر النبات؟ امال عارفين ايه؟ عارفين ايه؟ شبه الملوخيه. عامله زي بلورات السكر النبات كده بتتباع في كيس متغلب يفكوها كده من الكيس ويحطها في ميه فتقوم البلورات دي بتبقى زي اللبن كده فالواحد يشربها يغلط فيها ويشرب. وكان في كمان حاجه ثانيه بنغسل بيها زمان انا مالهاش علاقه بحصتنا اللي انا حكيت لكم عنها قبل كده. صابون كان اسمه نابولس شاهين. اول مره اعرف يعني الصابون يبقى اسمه دلع يبقى ده اسمه نابولس. صابون نابولس شاهين ده اخوانا مكعب والله لو ضربته بشاكوش ما يتكسرش. تقعد تشتري قرص النابولس شاهين ده يقعد معاك 10 سنين وما يدوبش. معرفش كان يقول لك انا اغسل بنابورس شاهين ما بيعملش رغوه ولا تلاقي الميه كلير جنبك. لا الميه ما فيش بيغسلوا.
المهم البطاطس ده كان بيتبلع زمان وانا حضرت الايره دي وكانت امي بتغسل البطاطس كمان. طب قول لي بقى الكلاين ماتيريال ريسنت بقى، سيبك من البطاطس بتاع زمان ده. كلوريكس. ايه كلوريكس ايه؟ توث بيست يا راجل. لا حجر البطاريه. عارف حجر البطاريه اللي هو الحجاره القلم دي اللي احنا بنحطها في الراديو والتلفزيون دي. الحجر ده لو عيل دبدبه بسنانه جواه كي او اتش. طب حاجه اسيدك، اديني اكزامبل لحاجه اسيدك. حمص الشام مثلا. بطاريه العربيه. ايوه الله يفتح عليك. بطاريه العربيه فيها اتش 2 اس او 4 صح. يقول لك اللي بيقول لك عليها ميه نار، ميه هي مش ميه نار ولا حاجه، هي اتش 2 اس او 4. لا لا الصناعيه في مصر وهو بينظف البطاريه العقد وهم الصناعيه في مصر يستاهلوا يشربوا اتش 2 اس او 4 اصل ما بيعملش حاجه. هو الصنع عندهم انه ينفخ في الحاجه، يقول له روح له باي حاجه عطلان، يقول له طيب هات يفكها يقول لك ركبها بقى ويلا ابتدي شغل. ايه اللي انت نفختك على بتاعي يا ابني الجزمه؟ نفخ في الاتش 2 اس او 4 عمل بقالب بلو اهو كده. طيب الكروزيت ماتيريال دائما تتبلع اكسيدنتال، ساعات تتبلع سويسايدال بس يبقى جزمه اللي فيكم يحاول ينتحر بسويسايدال كروسيت ماتيريال لانها ما بتموتش يا دكتور بس هتعيشك طول حياتك في عذاب. ليه هي دنيا العذاب؟ ما بتموتش بس هتبهدلك طول عمرك. عايز تنتحر بقول لي قبلها. عندي حاجات كده محترمه. طب عايز اسال سؤال، مين اخطر يا دكتوره الالكالين ولا الاسيدي؟ يبقى الالكالين. مش مصدقين انما ثقتي في دماغكم الثقه ليس لها حدود. بيقول لك الواد ده ايه؟ الالكالين تعمل ليكويفاكتيف نيكروزيس للول بتاعت الاسوفيجاس فتخرج، لكن الاسيديك تعمل كواجولاتيف نيكروزيس للول بتاعت الاسوفيجاس فما تخرموش. يبقى الاخطر الالكالين لانه ممكن يخرم الاسوفيجاس. وانا لسه قايل من شويه ان البرفوريشن في الاسوفيجاس حاجه فيك. الاسوفيجاس لو اتخرم بيعمل ميدياستاينايتس، دي حاجه فيك. تعالوا نشوف في الاكيوت كوروسيف ستيج اللي هو لسه بلع الماتيريال. طبعا في حاجه برضو من الحاجات الكوروسيف انك تشرب حمص الشام تاكل طبق كشري حراشه. طيب الاكيوت كوروسيف ستيج الله يحرقك خليت الوقت هي تبعد عنه بلا لا هتقر عليك تيجي لك اسهال. الواد بيقول له راح السندوتش عارف والله اكبر الله تعالى يا حبيبي حرام عليك حرام عليك اللي انت عملته. انا الاخر عمال ابعد واقرب مش قادر ادخل اجي ابعد هناك الريحه شداني انجزي روح الله يبقى. يلا اكيوت كوروسيف ستيج. الاكيوت كوروسيف ستيج عاوزين نشوف السيمبتومز والكومبليكيشن بتاعه حاجه كوروسيف انا لسه بلعها حالا. كلمة لا لا كل عشان ناصر معايا كل ايه ده 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 الواد خرج بجد ناصر معاك انت كنت صايم ولا ايه؟ لا ما بتيجي على صلاة العصر لازم. بص يا دكتور الاكيوت كوروسيف ستيج انا لسه بلع المادة الكوروسيف حالا خلاص؟ طيب الاكيوت كوروسيف ستيج هشتكي من ايه؟ سور ثروت ديسفيجيا وداينوفيجيا واوداينوفيجيا وسام تايمز استرايدر. بصوا يا جماعه
هنخلي طب الاسترايدر دي كومبليت بلاش سن. تخيل واحد بلع H2SO4 او KOH نزل في الفارنكس والاسوفجس عامل له بين شديد سور ثروت ديسفيجيا مش قادر يبلع حاجه خالص من الالم واودينوفيجيا بينفول سوالو. كلنا خدنا الالفاظ دي في درس التونسلايتس سور ثروت الم من غير بلع ديسفيجيا اودينوفيجيا. الكومبليكيشن بتاعت الفورين بودي سوري بتاعت الكوروزيف ماتيريال خلي بالك منها انا بحفظها اتنينات استرايدور ونيمونيا. استرايدور ونيمونيا لو بارت من الفلويد اسبيريتد. طب تقول لي ازاي وانا ببلع كوروزيف ماتيريال ممكن بارت يبقى اسبيريتد؟ حاجه من اتنين، يا اما تكون الماده بطبيعتها فولاتايل، عارفين فولاتايل بتتبخر، جزء هينزل جي اي تي وجزء ينط اير واي. لو الماده الكوروسيف فولاتايل زي ايه؟ هيدروكربون. ايه الهيدروكربون؟ ايه الهيدروكربون ده؟ هيدروكربون. زي ايه ماده فولاتايل؟ كيروسين. يا عم هيدرو كيروسين جاز يعني. الكيروسين او الجاز. كيروسين هيدروكربون. ما يا عم انا مش عارف ايه الهيدروكربون. ما تقول لي الكلام اللي هجايز، قول لي مثلا بلاك شوارع، قول لي مش عارف طحينه، عسل اسود ومنهل، ده بقى بيقول لي هيدروكربون، انا ما اعرفش اسم انا اصلا دي. هيدروكربون كلمني. الكيروسين او الجاز بيبقى فولاتايل، جزء ينط جي اي تي وجزء ينط لك ال. طب امتى الكروسيف ماتيريال تعمل اسبيريشن تاني غير ان الماده طبيعتها فولاتايل؟ اديني اكزامبل تاني. انت طبعا ما سمعتيش السؤال من الاصل عشان كده هتجاوبي فيه 100 مره اقول لكم بقى تتكلم. اول حاجه يحصل لك اسبيريشن بسببها ان الماده تكون فولاتايل بطبيعتها. طب السبب الثاني، بصوا كده يا جماعه، سام تايمز وانت بتبلع الكروسيف ماتيريال يحصل الم شديد فتوقف عمليه البلع، لان انت ما تنساش ان عمليه البلع ثلاثه ستيجز، اول ستيج فولانتري ثم بعد كده انفولانتري. تلاحظ ان الاكل طول ما هو في الحته دي تقدر تتفه او تاكله، لكن لو نزل للمنطقه دي تقدر مش هتقدر، لازم تبلعه وهو لسه نازل المك فتوقف البلع فتقوم الماده نازله في الايروي. اسبيريشن استرايدر واسبيريشن نيمونيا، دي هايدريشن والكترولايت امبالانس، دي الحاجه الثانيه. ايه سببها؟ ان العيان بطل يبلع ديسفيجيا يوم والتاني والتالت ويحصل له دي هيدريشن والكترولايت امبالانس. وتغلطي لو افتكرت ان دي كومبليكيشن عبيطه، ابدا. الدي هيدريشن والكترولايت امبالانس دي حاجه مميته. لو نقص البوتاسيوم ونقص الكالسيوم وصل لنفسك الريزمز في الهارت هارت فيلير باي باي. حاجه مميته الالكترولايت امبالانس. ثلاثه ربشة اسوفيجاس خاصه لو الكالاين ماتيريال، فاكرين؟ تخن وبالتالي يحصل ميدياستاينايتس. شفتوا انا بحفظها اتنينات يا جماعه. اسبيريشن سترايدر اسبيريشن نيمونيا. دي هايدريشن والكترولايت امبالانس. دكتور اوف ديهايدريشن بيحصل ليه؟ العيان بطل ياكل بقاله يومين ثلاثه ديسفيجن. دي هايدريشن الكترولايت امبالانس ورفشه اوسوفيجاس ميدياستاينايتس اثنين ريليتد ببعض. واخيرا لو سبت العيان بقى سنين هيبتدي يحصل له بوست كوروزيف ستراكشر. بوست كوروزيف ستراكشر معايا؟ انفستيجيشن في نيو كيس. معلش بعد اذنكم انا هخالف فيها بتوع توكسيكولوجي. انتوا خدتوا الكوروزيف في التوكسيكولوجي ولا لسه؟ طيب في انت عايزه تعملي انفستيجيشن ليه؟ لحاله ريسنت كيس اوف كوروزيف اوسوفجايتس. عايزه تعملي انفستيجيشن ليه؟ عايزه تشوفي ايه المعلومه اللي بتدوري عليها؟ الكترولايت. الكترولايت امبالانس اعمل لها الكترولايت ماشي. انا بتكلم في الجون انفستيجيشن على الاوسوفجاس نفسها. عايز تشوف ايه؟ حصل اوسوفجايتس ولا لا؟ اتهرى يعني؟ وحصل بيرفوريشن ولا لا؟ انت متوقع الاوسوفجايتس ولا مش متوقعها؟ محتاج اعمل لها انفستيجيشن؟ ما انا عارف ده بلع كوروسيف يبقى ده عنده اوسوفجايتس.
يبقى دي مش مستاهله انفستيجيشن. بريستالسيس ايه؟ هو البريستالسيس بتاع المصل. بريستالسيس بقى حلو. البريستالسيس حلو بس هو لازم يشوف اذا في بيرفوريشن او لا. طيب قدامك انت بتقول عايز اشوف اذا كان بيرفوريتد ولا لا، قدامك تو انفستيجيشن. اكس راي شيست لو الاسوفاجس اتخرم يعمل نيمو ميدياستاينم نيمو سوركس، وقدامك الاندوسكوب تشوف بعينيك البرفوريشن. ما هو الاندوسكوب بيزود الريسك اوف البرفوريشن. طيب ايوه ده اللي انا بقوله، ان انا قدامي تو انفستيجيشن توريني البرفوريشن. اكس راي شيست هتشوف نيمو ميدياستاينم نيمو سوركس، والاندوسكوب دي الوسيله الثانيه. الواد ده بيقول لي الاندوسكوب هنا هازاردس كومبليكيتد، اذا كان الاسوفجاس ما اتخرمش من الكروسيف ماتيريال الاندوسكوب نفسه هيخرم. فيبقى انت اخترت من الاثنين، تختار مين؟ اكس ريشيس. انما الاندوسكوب هنا كونترا اندكيتد، ولو ان بتوع التكسيكولوجي بعضهم يقول لك لا اعمل لي اندوسكوب في الاكيوت ستيج، اقول له لا عايز تعمله اعمله. انما انا اخش اسوفجاس محروق متبهدل اخش فيه بمنظار حديد اخرمه انا بنفسي؟ لا، عندي بدلها نون انفيزيف انفستيجيشن اسمها اكس راي شيست. كاتبينها كونترا انديكيشن. ايه؟ كاتبينها كونترا انديكيشن. لا برنس، يمكن هم عدلوها لان انا كان بقالي كذا سنه يقولوا لنا بتوع التوكسيكولوجي بيقولوا اعمل، انا بقول ما تعملش. بقول لك كمان في خلاف ايه في التريت. طب التريتمنت بتاع الكروسيف في ثلاث ممنوعات، ممنوع الاندوسكوب، ممنوع النيوتراليزيشن، ممنوع تو انديوز فوميتنج. ممنوع النيوتراليزيشن كتاب الانفلوزم بتاع كتاب الاس بيقول نيوتراليز ذا فلويد. انا طبعا اجنست الراي ده لان انتوا عارفين لو جيت العيان بلع الكالي قلت اما اديله اسيد التفاعل ده يعمل حراره يخرم الاسوفاجس. لا، ممنوع نيوتراليزيشن وممنوع تو انديوز فوميتنج لانه حرق وهو نازل هيحرق لك وهو طالع كمان. طيب تعالوا نشوف ايه اللي مسموح بيه اما كله ممنوع كده. ممنوع النيوتراليزيشن، ممنوع تو انديوز فوميتنج، ممنوع امال ايه اللي مسموح بيه؟ اول حاجه عايز اوريك حاجه، الكروسيف ماتيريال عدت على الاسوفيجاس دقيقه حرقته. طب هتقعد في الاستومك قد ايه؟ ساعات. ده هتخرمها. هتلاقيها نقطت بعد كده من الامبلايكس. الله، اما قعدت في الاسوفجاس دي حرقته. هتقعد في الاستومك ساعتين ثلاثه هتعمل لك ايه؟ هتنقط من الاستومك هتكون من الكولون على قصدي يعني غرض اقول لك يعني هتقدر. عايز ابطن المعده بسائل لزج عشان يمنع الكونتاكت ما بين الكروسيف ماتيريال وجدار المعده، لبن وبيض، لبن وبيض تاكلها بيبس، لبن وبيض. اللبن لوحده ما يحميش، اللبن ده ميه لو حطيتيه في الاستومك مش هيحمي جدار الاستومك، لازم بيض. بتوع الشرع يقول لك ايه؟ البيض بيندوس نوزيا. حط له معلقه سكر يا بيت قرفانه يا قطه سد مناخيرك وانت بتشرب. يقول لك ايه؟ اصل لو وحش البيض ممكن يجي له نزل نفسه بغم عليه ويبقى نفسه في التفاح. ما هو خبر سعيد قريب، خبر سعيد قريب. طب ايه بديل البيض؟ ايه بديل البيض يا برنس؟ فهمت؟ ابريكس بحط لهم على الشيء. طب ايه بديلها؟ عايز مش عايز اخش معاهم في خناق. بيض غير بيض. هو انت لاقي البيض. لا عايز اقول لك كويس اديني بيض انا مش بالع حاجه بس اديهم. او يجي يضحك عليك الحق انا بالع كل فلوس. طب شوف انا ماشي. تعشيت وفول امي يجي لك الاستقبال انا بالع كذا. تعبيه بقى لبن وبيض. جسمه ده يتغذى. يلا قول لي ايه بديل البيض؟ عسل. العسل ما هو سائل لزج
بس انا حاسس ان الدكتور بيعمل حموضه. اي اي انا مش عارف اعمل له ايه. انا مش عارف اعمل. تقول لك لبن، بس اللبن انا ما بطيقوش. بلاش لبن. بيض، البيض يعمل لي نصر. طب عسل، لا يا دكتور ما احبش بيتخن. موت يا اخوان. ما انا مش عارف اعمل ايه. اقول له ابلع كروسي في تاني. يعني هو مش عاجبك العسل والبيض، رحت شربت بطاسة. طيب اول حاجة ايمالسنت او ديمالسنت فلويد، زي ما قلنا لبن وبيض، عسل ولبن. الحاجة التانية لازما ادي ستيرويد. ليه بدي ستيرويد؟ انتي انفلاماتوري، برافو عليكي. انتي ايديما، برافو عليكي. انتي فايبروز، هيقلل حدوث الفايبروسيس، صح؟ برافو عليك. وبدي انتي بايوتيك لان غالبا الاسوفيجاس المهري ده هيحصل له سكندري انفكشن. يبقى انتي بايوتيك، ستيرويد، وديمالسنت فلويد. النقطه اللي بعد كده هاكل العيان ازاي؟ خلي بالك ده هيقعد ايام طويله مش عارف يبلع، بيسبجك من الالم. هاكله ازاي؟ انبوبه في الاستومك. ايه انبوبه في الاستومك؟ نيزو جاستريك تيوب، جاستروستومي، او انترافينوس فلويد. بص يا دكتور، انترافينوس فلويد ونيوتريشن ماشي حلو. جاستروستومي معناه ايه؟ بفتح الاستومك هنا واكله من هنا، ماشي. انما الرايل تيوب او النيزو جاستريك تيوب وانت بتركبها، هقول للنايب اللي بيركبها الاتي، وانت بتدخل النيزو جاستريك تيوب دخلها بشويش وعصها كي واي جيل. عارفين كي واي جيل ده؟ حاجه يعني بتزحلق الانبوبه، وزقها من مناخيره على الاستومك. عدك بسلاسه، عدك لقيتها وقفتش، ده خرج. ما تحاولش تضغط بفرص، لانك انت لو حاولت تضغط وتدخل الانبوبه بالعافيه هتقوم خرملك الاسوفاجس. انا عن نفسي ما بحبهاش. انا عندي احسن يعمل جاستروستومي، ولما يبقى يخف من الاكيوت ستيج بقفله. احسن له من انك انت تراي تو باس نيزو جاستريك تيوب وتعمل فولس باسج وبرفوريشن. نروح للكرونيك ستيج كروسيف. دي عدت سنين والليله هيطفي دمعه العين، وعدت سنين. يا ليل. طب انا عندي سؤال برنامج. قول دلوقتي لو ادينا انترافينوس فلويد هيبقى السنس اوف هانجر بيروح ولا بيبقى كانه ما كانش؟ يا جدع انت عشان لسه واكل بقى. السنس اوف هانجر هيبقى موجود عندنا على طول. لا طبعا الساتايتي سنتر اللي في البرين الجلوكوز هو الده بتاعه، وانس اديته بالوريد خلاص الساتايتي سنتر هيبقى مقتنع ان هو كان. هو نظريه ترس المعده هو دي الساتايتي. لا الساتايتي سنتر ملوش علاقه بينا دايما. حتى انت كده لما الزمالك يجيب جول في الاهلي تحس انك انت مبسوط، والساتايتي سنتر ما ترضاش تاكل. انما لو الاهلي جاب جول في الزمالك عن سعر يخرب بيت امك. طيب تعالوا نشوف الكرونيك ستيج بوست كروسيف. دي انا شفتها بقى كتير قوي في حياتي وانا نايم صغير. كان العينين بقى اللي بلاقيهم كروسيف وهم عيال صغيره، ابتدى الاسوفيجاس يتحرق ويتحول الى فايبرس تيشو وبقى ضيق خالص. ايه الكومبلينت في الكرونيك ستيج او السيمتومز؟ ديسفيجيا وبالتالي ويت لوس. ديسفيجيا وبالتالي ويت لوس. عيان الكرونيك ستيج ما عندوش الم، خلاص الحرق ده كان من زمان من سنين بس خف الفايبروزز فالاسوفيجاس ده، فاصبح المين سيبتم هنا ديسفيجيا. وما دام عنده ديسفيجيا يبقى عنده ويت لوس، وبيبقى عنده ريستريكشنز كتيره قوي في اكله. بنبه عليه، ممنوع تاكل
اللحمه ضربها في الخلاط، ممنوع تاكل الفراخ، لو في حاجه زي حمص الكشري شيله، لو حته عيش مضغها كويس قبل ما تبلعها. العيال عنده ريستريكشنز كتير في الاكل، وعشان كده بيبقى عنده ويت لوس. الكومبليكيشن بتاعت الكرونيك ستيج الفايبروزيس. مين يقول لي الفايبروزيس في اي حته في الجسم يحمل ريسك اوف مالجنس؟ عشان كده البوست كوروسيف ستريكشر عرضة ان يجي له كانسر اوسوفيجس. عشان كده البوست كوروسيف ستريكشر ايه، في البوست كوروسيف ستريكشر عرضة ان يجي له كانسر اوسوفيجس. مفهوم؟ كمان في كومبليكيشن ثانيه من الريبيتد اندوسكوب. يعني ده عيان بلع كوروسيف زمان، الاوسوفيجس ده كل شهر يبلع حاجه تقط في المريء ويخش يعمل منظار ويشيلها ويوسعوا له الاستريكشن. يعدي شهر يبلع حاجه ثانيه تقط، يخش بالمنظار يشيلوها له ويوسعوا الاستريكشن. كل شهر يخش اوضه العمليات يشيل فورين بودي ويوسع الاستريكشن. الريبيتد اندوسكوب ده ليه مشاكله، السريشن وبرفوريشن في الاسقف. الانفستيجيشن بتاعت الكرونيك ستيج هنا ممكن اعمل اندوسكوبي وباريوم. الاندوسكوبي طبعا هيبين الاستريكشن وهيبين قد ايه هو نار ديجري اوف استريكشن. الباريوم بيبين حاجه اسمها استريكشن سموث جراديوال نارين، بريستينوتيك دايلاتيشن، ولونج استريكشن. في ثلاثة فايندنج في الباريم تقول لك ان الضيق ده بوست كوروسيف. هناخدهم مع بعض في العملي. ان الباريم بتبص لي نازل ضيق بس سموث جراديوال، لان عكسه في الكانسر اوسوفيجاس شولدر ساين. اول حاجه بيبقى سموث جراديوال نورمال. ثاني حاجه قبل الاستينوزس على طول تلاقي حته دايليتد. ليه؟ الاكل وهو نازل يتجمع في الحته دي قبل ما يسرسب. بتبص لي الحته دي اوسع من اللي فوقيها. بريستينوتيك دايلاتيشن، ودايما بيبقى لونج ستريكشر. ليه؟ اللي عين بلع كوروسيف ماتيريال فلويد نزل اتحرقت مسافه كبيره. دايما البوست كوروسيف تلاقيه واخد معظم الاصابات. تعالوا نشوف العلاج. هقول لك حلين وانت تقول لي ميزه كل حل وعيبه. الحل الاولاني اندوسكوبيك ريبيتد اندوسكوبيك dilatation of the distraction. الحل الثاني قص الاستينوتيك سيجمنت وحط مكان منها جوجنم او كولون، سموها جوجنم باي باس او كولون باي باس. ايه ميزه كل حل وايه عيبه؟ ميزه الريبيتد اندوسكوبيك dilatation minor surgery او minor procedure اي دكتور صغير ممكن يعملها، عيبها ممكن مشاكل الريبيتد اندوسكوب، ممكن اعمل برفوريشن بايديا. وايه العيب الثاني؟ المالجنسي ما زال الريسك هو هو، لان انا ما شلتش الاستينوز، ما شلتش الفايبروزس. معايا؟ طب العكس الكولون باي باس او الجوجنون باي باس، ايه ميزته وايه عيوبه؟ هنشيل الريسك اوف فايبروزس ومالجنسي صح؟ ومفيش ريسك اوف بيرفوريشن. مفيش ريسك اوف بيرفوريشن صح؟ وفي حاله ان اصلا الاندوسكوب ما عرفش يدخل في ال ماشي، ما قلنا خلاص. حصل مشكله بقى في الكولون نفسه. حصل مشكله في الكولون ايه يعني؟ اللي هو هيبقى الكولون ايه؟ هيتحول لجوجنا مثلا؟ لا انا عايز حاجه عده، ما هو عكس اللي هو قاله. ميجور سيرجري. انت عارف لو شفت الكولون باي باس ده والله هتهرب من اوضه العمليات وتقول ياما. مره جراحه الاطفال كلموني وقالوا لي عايزينك في حاله ستريكشر اوسوفيجاس هنعمل كولون باي باس. كان اول مره في حياتي اتفرج عليها وانا مدرس مساعد. دخلت اوضه العمليات متاخر، قالوا لي تعالى بعد بدايه العمليه احنا مش محتاجينك من الاول. دخلت يلا لقيتهم فاتحين الواد من اول هنا لغايه هنا زي الضفدع. عارف الضفدع لما كنتوا بتفتحوها زمان في الفسيولوجي؟ بيفتح بطنه عشان يطلع كولون،
ويفتح رقبته بصدره عشان يركب الكولون. الواد مفتوح زي الكتاب. عملية زبالة يعني. هو أصلا الكولون نفسه يتحمل يعني الأكل هو نازل على طول؟ ها؟ الكولون نفسه يتحمل زي الأسافيس هيقدر يتحمل الأكل وهو نازل؟ هو مش جاءتي هو رخر ده بالعكس ده يتحمل اكتر من الاسوفجاس 200 مره ازاي ده الاسوفجاس ده معبر للاكل لكن الكولون ده ستورج للاكل فمجهز المثال هي بس النقطه السؤال بقى ليكي طيب من اللاين المعتاد في مصر وامتى تلجئي لللاين الثاني اللاين المعتاد في مصر ريبيتد اندوسكوبيك دايلاتيشن امتى بتعمل الكولون او جوجنم باي باس في حاله ما يكون الاستركشر عنيف لدرجه ان العين مش قادر يبلع حاجه خالص حتى لو ضرب الاكل في الخلاط ما يعديش يبقى ما ضربش في مره واد بلع كروسيف وعدت الشهور الاولى اللي هي بتاعت الاكيوت ستيج ووروني الباريم بتاعته اتريزي تلاقي الباريم نازل كده وواقف خلاص مفيش اسوفاجس تحول الى كتله كده سوفت تيشو ده عاش على المحاليل شويه لانه خلاص مش هيقدر يبلع حتى الميه فكان الحل الوحيد انك تقصه الجوجنم كويس والكولون كويس يستحملوا البسج دكتور ايه الالاستيك بوجز بوجز اللي هي بقول لك اندوسكوبيك دايلاتيشن طب انا دخلت الاندوسكوب هوسع الاستركشر ازاي؟ بموسعات بلاستيك، الاستيك بوجي. بوجي يعني موسع. موسعات بلاستيك. هات اللي بعده الموتيليتي يعني احذر دي امراض جديده عليك. انا عايز اسال ما هي الموتيليتي المميزة للجي اي تي؟ الموتيليتي المميزة للجي اي تي اسمها ايه؟ بريستاتس. يعني ايه كلمة بريستاتس؟ لا لا اسمع بس انا استنى. صح يعني لو عضلة فوق كونتراكتنج اللي تحتها لازم تبقى ريلاكسد عشان اكل يعدي ثم يجي الدور على دي تبقى كونتراكتنج فاللي تحتها ريلاكسيشن عشان لا الحركه الدوديه دي زي ما بيقول الموتيليتي ديس اوردرز معناها سبازم في عضله ما بتفكش خالص مين يقول لي اشهر موتيليتي ديس اوردرز تعرفوه لا لا مواضيع كاليزيا دي مشهوره عشان بتدرس برانش الان في لندن عايز موتيليتي ديسوردر مشهور في حياته العاديه بس هذا التوابع التالت تواكل انت ايه السيره الموع النفسي يلا جرين اي بي اس انت بتختار دبليو اي سي يعني اجابتك دبليو سي لا بجد السباستيك كولون قولون العصبي والجرد الجرد موتيليتي ديس اوردر هما دول اشهر موتيليتي ديس اوردر السباستيك كولون كل البنات دي يا عم سباستيك كولون كل واحد بياكل من بافلو عنده سباستيك كولون يعني انت قهرني النهارده انا هخرج من هنا بص يا دكتور طب تعالوا نشوف مرضين موتيليتي ديس اوردر يخصوني انا كانفوس هشرح المرض الاولاني هنا والمرض الثاني هنا اول مرض اسمه فارنجيال بابش ساعات يسموه زنكر دايفرتيكولار زنكر تايبرتيكلر او فارنجيال باوتش بص يا دكتور ادي الفارنس وادي الاسوفيجاس بس يا لا ادي الفارنس وادي الاسوفيجاس
الفارنكس في عضلتين، عضلة ماشية بالورم كده اسمها سايروفارينجيس، وعضلة ماشية بالعرض كده اسمها كريكوفارينجيس. دي السايروفارينجيس ودي الكريكوفارينجيس. ما بين السايروفارينجيس والكريكوفارينجيس في تريانجل ما فيهوش نصب. التريانجل ده اسمه كيليان تريانجل او كيليان ديهيسنس. يعني ايه كلمة ديهيسنس؟ ابسنس. كيليان ديهيسنس يعني ابسنت ماسل كود. قول لي الطبيعي، الطبيعي لو الثايروفارينجيس كونتراكتنج لازم يحصل ايه للكريكو؟ ريلاكسيشن عشان القفل يعدي. حصل هنا الموتيليتي ديس اوردر. اثناء الكونتراكشن بتاع الثايروفارينجيس قامت الكريكوفارينجيس في نفس الوقت كونتراكت. حصل ديورينج الكونتراكشن اوف ثايروفارينجيس حصل ات ذا سيم تايم كونتراكشن اوف كريكوفارينجيس. فقام الاكل اتحبس فين؟ في الكيليان تريانجل. اتحبس يعني انترابمنت. الاكل اتحبس في منطقه الكيليان تريانجل فعلى البريشر في منطقه الكيليان تريانجل، وبما انه ملهاش ماسل كود فالبريشر العالي ده هياخد الميكوزا ويخرجها بره ويعمل باوتش. مفروض من الحيوان اللي عنده في طبيعته باوتش؟ جمل. غلط. من الحيوان اللي عنده في طبيعته الجمل ده من النباتات. النباتات التي تحدث في الصحراء. الجمل، الجمل عنده باوتش ليه؟ يخزن فيه الاكل والميه عشان لما يمشي في البحر يطلع الاكل. يقولك الجمل يمشي في البحر والسمك تمشي على البيت. نكت سجاله من كتر سذاجتها على البيت. طيب عشان كده لو اللي فيكم عارف كويس يلاقي الاخوه المسيحيين ما بياكلوش الجمل. يقول لك عشان الجمل بيطلع الاكل من الباوتش لبره فبيبقى الاكل ده فرمنتد وحش، عشان كده هم برضو ما ياكلوش الجمل. وجهه نظر. بص يا دكتور، اقول تاني يعني ايه كلمه موتيليتي ديس اوردر؟ يعني يحصل سبازم في عضله بالبلدي. حصل اثناء الكونتراكشن اوف ثايروفارينجيس قامت الكريكوفارينجيس في نفس الوقت كونتراكت، فالاكل اتحبس في الوسط كيليان تريانجل، زود البريشر في منطقه التريانجل فخد الميكوزا وخرج لبره عمل باوتش. عايز اسالك السؤال، امشي بقى مع الباوتش كباثوجينيسيس وقول لي يعمل لي ايه سيمبتومز وكومبليكيشن. صح. نمشي مع كلمة كلمة وتعالوا نشوف هيحصل ايه. بص يا دكتور، الباوتش نزل حاجة جديدة في الرقبة. اصلا الرقبة التيشوز مزنقة فيها مفيش سبيس، فلما ينزل باوتش جديد يعمل كومبريشن على الاوسوفيكس فيعمل ديسفيجيا. هذه الديسفيجيا بروجريسيف لان كل يوم الباوتش يكبر عن اللي قبله وبالتالي العيان ويت لوس. ادي واحد. نكمل بقيه السكه. طب والباوتش كسايد واي في النورمال باسج، الاكل معظمه يعدي من النورمال باسج وجزء يتحوش في الباوتش. اكيوميليتد فود في الباوتش دي هيحصل لها ايه؟
fermentation, ulceration للباوتش ريسك تقلب مالجنسي. ادي السكه الثانيه. نمشي مع الباوتش تاني. طب والاكل اللي بيتجمع جوه الباوتش مصيره يحصل له ايه؟ مع حركه نك هيحصل له سكويزنج للباوتش ويطلع الاكل مره ثانيه في فمي. ده يسموا السيمتوم ده ريجرجيتيشن. ما الفرق ما بين كلمه ريجرجيتيشن وفوميتنج؟ الفوميتنج ريتيرن اوف ستومك كونتنت، الريجرجيتيشن ريتيرن اوف فارينجال اور اوسفجيال كونتنت. الفوميتنج اكتيف بروسيس، الريجرجيتيشن باسيف بروسيس. تعال اعرف الفرق. الواحد وهو بيعمل فوميتنج بص كده بيعمل ازاي؟ في كونتراكشنز. لكن في الباوتش وانت ماشي كده الق ايه اللي في بقي ده؟ تفاحه؟ الق ايه ده؟ حته لحمه؟ حاجه ما فيهاش قع. ده بيسموه اكتف وباسف. وخاصة القع ده بقى خلصته اصلا يبقى يعني ماشي. الريجرجيتيشن للاكل لبقك بيسموه ريجرجيتيشن اوف اسيد فري undigested food. ليه acid free undigested؟ ما عندهاش عرفتهم. وكمان استنى يا دكتور. regurgitation في acid free undigested food، الاكل اللي راجع ما عندهاش على المعده وبالتالي acid free. بيبقى fermented وريحته وحشه، عشان كده العيان عنده فيه ترورس. ريحه بقه وحشه. الاكل ده متخزن من اربع خمس ايام. لما اتملى مع حركه نيك قام راجع لبقه. ومنه متخزن بقى له اربع خمس ايام، تلاقي ريحه نفس العين وحش وريحه بقه وحش. سموها فيتر اورز. يعني من اربع ايام مثلا كان واكل خبيزه باللحمه الجمل، شويه نزلوا في الجي اي تي وشويه تحوشوا في البول، بعدها بيوم كل جملي بلحمه الخبيزه. المهم يا خبيزه يا جمل، عمال يجمع، بعدها كان خبيزه بس، بعدها كان جمل بس. كل يوم يجمع في الباوتش شويه اكل، الاكل حصل له فيرمنتيشن طلع ريحته. دي تاني صفه في فيتور اورس. تالت حاجه وهو الاكل راجع لبقك جزء ينط في الاير واي فيعمل اسبيريشن او سبيل اوفر. سبيل اوفر يعني اسبيريشن. وبالتالي يبقى كومبليكيتد بنيمون. اخر سكه هنمشي فيها مع الباوتش، الباوتش سويلنج في النك، الباوتش سويلنج في النك. الباوتش ده بيبقى سيستك، بيعمل جرجل سنسيشن لما تضغط عليه. دايما مكان الباوتش بص لي كده يا دكتور، يبقى عند الروت اوف نك كده، تيجي تدوس عليه يعمل لرلوك. عارف الحركه دي بتاعت الجي اي تي اللي هي بيسموها جرجل سنسيشن. ودايما الباوتش على الليفت سايد. ليه؟ يلا فكر معايا، ليه دايما الباوتش يحصل؟ طب السؤال تاني، تتوقع كيليان تراينجل ده فين؟ عشان العضلتين. تتوقع كيليان تراينجل ده فين يا اشرف؟ انزل الوقت. والله انت تفكير كويس، يقول لك ما دام انت قلت يوجوال الباوتش على الليفت سايد يبقى كيليان تراينجل على الليفت سايد. والله برافو عليك، توقع كويس بس غلط. الناحيه الفريك بتاعته ايه؟ الناحيه الفريك؟ لو واكل حمام. لا بجد الكليان تراينجل ده مكانه فين؟ و في الوول و لما الباوتش ينزل لورا يكبر في الفرتبر، لان ورا الفارنكس فيرتبر، فيكبر يمين يا شمال. الاوسوفيجاس نورمال مايل يمين، فمدي براح شمال، فالباوتش ينزل من ورا لشمال. يلا بعد اذنك تمشيني اول سكه من كلمه باوتش. امشي اول سكه. باوتش يعني حاجه جديده في النك تضغط على الاسوفيجاس ففي بروجريسيف ديسفيجا ويت لوس. دي اول سكه. باوتش يعني سايد واي الاكل ينط فيه، ريجرجيتيشن اسيد فري اندايجستد فود، ريحته بيبقى وحشه لانه متخزن بقاله كتير، وهو راجع بيعمل اسبيريشن سبيل اوفر ونيمونيا.
السكه الاخيره الباوتش ده عامل سبولينج عند الروت اوف نيك على اللفت سايد لجيربل سنسيشن. انفستيجيشن للباوتش باريم واندوسكوب. الباريم بيبين زي اوت بلج كده، تلاقي الباريم نازل كده وفي اوت بلج لبره كده. طب ومين يقول لي الفايندنج في الاندوسكوب تلاقي ايه؟ ماليش حاجه. ماليش حاجه؟ انا درست انا تخيلت ان انا درست المرض. تلاقي ايه؟ هيخش ازاي فيه بقى؟ تلاقي فيه كأنك الاوبننج بس على مكان. قول انت. هلاقي دبل باثويز. وانت داخل في الفارنس المفروض تمشي في سكه واحده اوسوفيجس. هنا هلاقي دبل باثويز. انا افتكر مره كنت عايز اعكس بنت امتياز وانا نايم. قلت لها ايه انا مالي سجاره بقى ما بتحشش سجاره. عم بدوي عم بدوي عامل سجاره. مره كنت عايز اعكس بنت امتياز كده، ما كنتش عايز اعكسها عشان حلو والله كانت بتعمل اكل كويس. فكنت قلت ايه بقى يعني مش هعكسها يعني اعكسها. قلت ايه هي تجيب لي اكل وانا اعلمها كلمتين. دي قلت لها تحب تعمل لي اندوسكوب؟ قالت لي اه. طب هتعمل لي ايه اخر الاسبوع؟ قالت لي جناحه فراخ. قلت لها لا مش هاكل ايه جناحه فراخ. ايه دي اللي بالجزمه؟ طب ما تقول لي مثلا اعمل لك دي كورونا ولا فرخه كامله، تقول لي جناحه فراخ. يلا نرجع للدرس. ايه انا مش عارف. ماشي بلد مخ الاول. البت دي قلت لها ايه؟ بجد هي كانت ست شاطر قوي وكانت طالعه من اوائل دفعتها وكانت امتياز معانا. قالت انا عايز اعمل اندوسكوب يا دكتور محمد. قلت لها ماشي. وانا طبيعتي بحب اعلم. في اوضه العمليات في درس ورق نظري عملي بحب اعلم. قلت لها ماشي. كان في ست بلعه حاجه واقفه في ظهر. انا قلت لك الباوتش نازل ضغط على الاسوفكس. فممكن تيجي تبلع حاجه ما تعديش. الست اللي كان عندها باوتش دي ما كانتش عارفه ان عندها باوتش. فجت بفورين بودي اوسوفكس لان العينه عندها ديسفيجيا فاكر اول سكه. فجينا نعمل لها اندوسكوب ونشيل فورين بودي. البنت دي قالت انا عايز اعمل اندوسكوب. قلت لها اتفضل. وهي داخله بالاندوسكوب بتقول لي انا شايفه سكتين يا دكتور محمد. قلت لها هنهار ابوكي ازرق. ده الادب. يبقى انت خرمت الاسوفجاس يا بطل. نظر حديد. ساعة ما تشوف السكتين اول احتمال يجي في بالك يبقى انت خرمت الاسوفجاس. سكة اهي وسكة انت خرمها اهي. قلت له يا نهار اسود انا ناقص مصاري وريني كده. ببص لقيتها فعلا دبل باثويز. قلت لها انت شخصتي مرض رير جدا وقلت اللفظ العلمي اللي مكتوب في الكتب بس انت ما كنتش تقصده. دبل باثويز. العلاج. لو فكرت في الباوتش بس تبقى غلطان. لازم انا افكر في المصل اللي فيها سبازم اللي الاكل اتجمع فوقيها وطرد باوتش. يبقى انا لازم انا افكر في حاجتين. في الباوتش نمره واحد. في المصل سبازم في الكريكو فارنجاس رقم اثنين. لانك انت لو تعاملت مع الباوتش وبس هيرجع تاني. ازاي تتعامل مع مصر فيها سبازم؟ قول انت. عديها سبازم. لا. بوتوكس. ايه؟ بوتوكس. يا عم قول الهجايز كده احنا. لا بوتوكس. بوتوكس ايه يا ابني؟ بيعملوا بيها تجميل. ايه البوتوكس ده؟ البوتوكس ده بيحقنوه في الوش لما ست تعجز ولا ايه البوتوكس؟ ايه علاقة البوتوكس؟ بيعمل ساعات ريلاكسيشن في مصر بس. بوتيولينم توكسين مش بوتوكس. قصدي كده. بوتيولينم توكسين ادي واحد ده باراليتوجينيك توكسين. هتاخدوه في الشرعي في التوكسيكولوجي حاجه اسمها بوتيولينم توكسين. ادي واحد. ريبيتد اندوسكوبيك دايلاتيشن. اثنين اقطعه خالص اقطع المصل دي خالص كريكو فارنجاس مايوتومي. ثلاثه المعتاد عندنا هنا في مصر الكريكو فارنجاس مايوتومي. لكن ممكن تحقنها بوتيولينم توكسين وممكن تعمل لها ريبيت دايلاتيشن. الحل المفضل هنا في مصر انه يقطع المصل دي خالص.
من السؤال الميكانيزم اللي بتتعمل فيها الباوتش دي يعني هي بالنسبه للوول في الوول ما انا بقول لك الكيلو انترايم مالوش مصل وول ميوكوزا على الشارع. طب والباوتش؟ الباوتش عندي حل من ثلاثه. لو الباوتش صغير زي الرسمه دي زق ودخله جوه وخيط من بره. عارف زي الهرنيا، تسمع عن الهرنيا؟ حته من الانتستين بتبقى بانجن بيزق يدخلها ويخيط العضلات. اسمها انفرجن اوف باوتش. زقه كده، انت فتحت الرقبه شفت الباوتش زقيته بصباعك دخلته وخيطت العضلات من او قرب بره. اه. لكن لو الباوتش كبير ما ينفعش ازق ادخله ليه؟ هيسد. يا تقص وترميه وتخيط الخرم اللي انت حصل بره ده اكسجن، يا اما بصوا كده الحل الثالث اقطع الول الفاصله الباوتش من اللومن، اقطع الول دي والول دي وخيط التو اندز دول في بعض. وهنا حولت الباوتش لجزء من الول بتاعت الاسفنج. هتقول لي ده هتبقى حته ويك، ما هي بطبيعتها ويك. الكيليان ترانجل بطبيعتها ويك. ما يجراش حاجه. اسمها كاتنج ذا وول سيباريتنج الباوتش من اللومن. واحول الباوتش جزء من اللومن. بالبلدي كده بدل ما فتحه الباوتش على اللومن ضيقه بتجمع اكل هخلي فتحه الباوتش على اللومن واسعه فمش هتجمع حاجه. بس دي مش كويسه. مش كويسه ليه؟ صوباش؟ ما هو بترجع بالتدريب من تحت. لا بس مش هتجمع اكل. مش هتنزل؟ مش هتنزل. مش قلت احنا بنستخدم صيغه المصل اللي هي المفروض تعمل الحته دي بطبيعتها ما فيهاش مصل. مش كل الاسطر على فكره. مش هو الوال اللي هو الاصل اللي بيعمل الباوتش ايه؟ عمال من المصل؟ هنقطع الوال ده؟ لا الحته اللي فيها باوتش دي بطبيعتها ما فيهاش مصل. الحته دي ما فيهاش مصل بطبيعتها. هنقطع الوال الحته اللي هي طالعه اقطع دي. واشيل الحته الفاصله دي واوصلهم ببعض. الحته دي بطبيعتها ما فيهاش مصل. ما يجراش حاجه، انت محتاج الاسوفيجاس يشيل الحديد وانا محتاجه مسج للاكل. مجرد الجرافت يعتزل الاكل. لكن هنا ما بخليش الباوتش متوصل باليومن بفتحه صغيره، هنا هتجمع اكل ويكبر. بخلي فتحه الباوتش على اليومن واسعه عشان ما يجمعش اكل. المرض اللي شبهه بالظبط مرض اسمه كارديا كاليزي. دي اسم ثاني؟ اه كارديا كاليزي. ليه اسم مثال؟ اه اكاليزيا اوف كارديو. اه والله. بص يا دكتور الكاردياك سبينتر، الكاردياك سبينتر هو اللور اوسوفجيال سبينتر. ادي اوسوفيكاس، ادي اللور اوسوفجيال سبينتر، وادي الاستومك. الكاردياك سبينتر عضله ماشيه بالعرض كده. الكارديك سفنكتر عضله ماشيه بالعرض كده مضيقه اخر حته وعاملاها سفنكتر. الكارديك سفنكتر ليه دبل انرفيشن. سمباثيك يقفل، برا سمباثيك يفتح. السمباثيك والبرا سمباثيك. البرا سمباثيك داخل الكارديك سفنكتر عن طريق بلكسس سبان يربخ. خدتوها قبل كده؟ والسمباثيك داخل عن طريق بلكسس سبان مكيافيلي. ميكليكس ميزنر ميزنر. العيان ده حصل فيه باراسمباثيك بلكسس اتروفي. فمن اللي كسب؟ حصل سمباثيك اوفرلود فقفل. حصل فيه سباز. متوقعة من اللي أنا قلته ده يا دكتور يبقى المرض فيكسد ولا انترميتنت مانيفستيشن؟ الباراسمباثيك خسر فالسمباثيك كسب. متوقعة بقى السفنكتر ده بيضيق ويفتح ولا بيضيق على طول؟ انترميتنت ليه برينز
عدس. والله العظيم رب عليك. والله تصدق توقعك طلع سليم. هو قال لي انا توقعت بدم البرر خصب يبقى السمسات اتكسب يبقى السبازم موجود على طول. بس قال لي انا توقعت كده فقلبتها بالعكس طلعت انترمتنت وطلعت صح. تخيل لان السمباثيكتون مش ثابت في جسمك. انت مع العصبيه والخناقه السمباثيك يعلى ولما تنام السمباثيك يخف. شهر كويس شهر وحش يومين كويس يومين وحش. لان السمباثيك كسب والمتوقع انه هيبقى فيه فيكسد اوبرتون سمباثيك لكن تون السمباثيك عموما مش ثابت. فتلاقي السفنكتر بيفتح ويقفل لان تون السمباثيك بيزيد وينقص وعشان كده هذا المرض المانيفيستيشن بتاعته انترميتنت مش ثابته على طول. امشي مع السكه برنس امشي مع السكه نايم امشي خلاص امشي. انا قلت اللي انا عايز اقوله امشي مع السكه وقول لي هتتوقع ايه. انا عايز انمي عندكم الاكسبكتيشن يا جماعه. انا قلت اللي انا عايز اقوله المفروض بقيه الكلام مستند. قول انت وقت السمباثيك لما يكون التون معايا يعني عموما في وقت الاتاك يحصل ايه؟ سبيس. طب ايه اللي هيحصل؟ لو في اكل مش هيعدي ادي ديسفيج. ديسفيج يعني تبقى فيكسد ولا انترميتنت؟ يعني شهر كويس وشهر شهر كويس وشهر وحش وعشان كده الويت توتالي افريج. شهر اخس الشهر اللي بعديها زيد فالتوتالي افريج. يبقى عندي ديسفيجيا في ليفل الكارديا بس انترميتنت وبالتالي الويت افريج. ادي اول نقطة. طب النقطة الثانية لو في سفنكتر سبازم لو في سفنكتر سبازم يعدي ايه اسهل؟ سوليد ولا ليكويد؟ يبقى سوليد. الواد ده فهمها. يعدي السوليد. انت لو جيت على مصر فيها سبازم حطيت عليها حته تفاحه ولا لحمه هتفتحه بالعافيه وتعدي. انما الفلويد خفيف ما يعديش. فالعيان ده يقول لك حاجه غريبه ما جابلع فلويد ما يعديش يقف على صدري ويجنن. اجابلع سوليد تعدي. يبقى ايه؟ ازاي كده؟ قال ازاي؟ ما بقول لك السوليد تقيل فيفتح السفنكتر بالعافيه ويعدي. الفلويد خفيف يعني لو جبت نفس الحجم سوليد وفلويد ميه لحمه نفس الحجم مين اللي عدى؟ اللحمه لانها اتقل. فالعيان يقول لك عن الديسفيجيا ديسفيجيا انترميتنت مور توارد الفلويد وبالتالي الويت افريج. ادي اول سكه مشينا مع الفرق. تاني سكه طب والاكل والميه اللي بيتجمعوا في الفارنكس والاسوفيجاس دول ما انا عمال ابلع ما بيعديش هيعملوا اسوفيشايتس السريشن مالجنس. خلي بالك الاسوفيجاس ربنا خلقه معبر وليس ستورج. فلو الاكل قعد فيه ساعتين ثلاثه يهري ويحصل اسوفيجاس السريشن وريسك مالجنس. السكه الثالثه طب والاكل والميه من سيرهم يحصل لهم ايه؟ شربت كوبايه عصير وقفت كوباية مية وقفت بلعت حتة لحمة عدت وكل عدى معاها. يا يعدي الأكل والمية يا يقعد ويحصل له ريجارجيتيشن اوف اسيد فري اندايجستد فود واسبيريشن. امشي يا بص يا دكتور انت تبقى غبي لو افترضت ان كل جملة علم غير مرتبطة بالله. لو انا منك وبفكر كويس واحد مركز للطب ما ذاكرش حاجه الا الباثوجينيسيس ازاي المرض حصل بس واسيب دماغي تمشي مع كل باثوي. طيب الاكل يجي يعدي في سبازم مش هيعدي ديسفيجيا وكمان الديسفيجيا دي انترميتنت لان تون السمباثيك مش ثابت يبقى في ويت افريج. طيب والديسفيجيا دي اخطر من السوليد ولا الفلويد؟ اسال دماغك مين اللي يعدي السوليد ولا الفلويد؟ يبقى سوليد يعدي احسن. يبقى
السويتش افتر الفلويد ادي سك السكه الثانيه. طب والاكل والميه بيصيروا يعملوا ايه؟ يا يعدوا من الاسفنكتر مع حاجه تقيله وكل هيعدي معاها، يا اما يرجع لجرفيتيشن اوف اسيد فري اندايجستد فود، وهنا الاكل ما بقاش متجمع بقاله فتره كبيره بكتير وساعتين ثلاثه يوم، ببقى شارب كوبايه عصير كوبايه ميه خلاص اتملى، يا يرجع يا يعدي، فما بيلحقش يعمل ريحه وحشه. دكتور ازاي عدت الصوره احسن من مش مقتنع ولا انا؟ بص يا دكتور، دائما انت محتاج جوه الاوسوفيكس ايه اللي بيخلي الاكل يعدي؟ حاجتين، بريستالسيس وجرافيتي. بريستالسيس وجرافيتي، البريستالسيس ثابته على السوليد والفلويد، يبقى فاضل الجرافيتي. مين الجرافيتي هتشده لتحت اكتر، الهيفي ويت ولا اللايت ويت؟ الهيفي ويت بيتشد لتحت. انت لو رميت ريشه ورميت كره حديد، مين اللي يوصل الارض الاول؟ هنرجع بقى الاولى وثانيه ابتدائي تبقى مسدود خالص. لو النزاله وصلت سعيد بس ده مسدود تحت، خلي بالك انت ما انتش مقرطه يعني برباط، في النهايه ماصل لو حاجه اتعفت عليها هتعدي. ده انت مش بتتكلم على حديده رابطه، انت بتتكلم على تيشو ليه ريزيستنس، لو حاجه تقيله عليها يفتح. خلينا انا قاعد كده بلاد كلوت وانا اقولها بقى صراحه مش خير. الاكل والميه شهور وسنين عماله تتحوش لساعات في الاسوفيجاس السريشن مالجنت. مشينا مع كل سكه وشفنا بتوصلنا لايه؟ انفستيجيشن لهذا المرض نمره واحد باريم. الباريم بيبين حاجه اسمها وايت اسوفيجاس. ليه بقى؟ الاكل والميه يا شباب لما يتجمع يوسع. نفترض مثلا ان عرض الاسوفيجاس الطبيعي كده، الاكل والميه بيتجمعوا ساعات قبل ما يعدوا او يرجعوا، فبتوسع الاسوفيجاس فيقول لك الاسوفيجاس وايت، وبالتالي بيشبهوه بالسيجار بتاع رجال الاعمال، سيجار شيب بيبقى وايت اسوفيجاس في البريم، سيجار شيب ادي تاني فايندينج، وبيسموه بارد بيك ابيرنس. ايه البارد بيك ابيرنس ده يا شباب؟ عينك عليا، بص لهنا وحد يقول لي النورمال. النورمال كارديك سفينتر في السنتر اوف اوسوفيكس، قلنا لما الاكل والميه بيتجمعوا هنا بيوسعوا الاوسوفيكس، لما يوسع الضلع ده خابط في الليفر ما يوسعش، الضلع ده بس هو اللي بيوسع. هتبص تلاقيه ساب مكانه ووسع عمل كده، ففتحه الكارديا بدل ما كانت في السنتر طبيعي بقت على ناحيه اكسنتريك، والاكسنتريك بيشبهوها بالبارود بيك، منقار الضفدع. منقار الضفدع بيبقى على ناحيه مش في نص راسه. بص الاجانب ولاد كلب، انا قلت قبل كده الاجانب دول اغبياء، انتوا مش مصدقيني، انتوا فاكرين ان احنا شعوب بهايم وهم اللي عباقره، العكس صحيح. بص يا دكتور، كل ما ضيقت الامكانيات تعمل عقول، تخيل الواد ابنك ولا بنتك انت طبعا طالع بقى نظام الشوكه والسكينه وبياكلوا بفتيك سيمون فيلي كوردون بلو. انا اتربيت على البصاره والعكس، لما كل ما تضيق الامكانيات الدماغ عاوزه تتصرف، الدماغ لما تلاقي الامكانيات قليله تبتدي تلاقي سكك بره، تلاقي واد غبي اللي كان قاعد يدرس طب يقول له بص يالا افهم، لما حصل سباس الاكل والميه اتجمعوا فوق فالاسوفيجاس وسع، فاهم؟ فاهم. الضلع ده ما يوسعش عشان خابط في الليفر، الضلع ده يوسع ففتحه الكارديا تبقى على ناحيه، فاهم؟ فاهم. بيسموها بارود بيك، بيشبهها لك كل حاجه يشبهها، يقول لك دي على شكل تشاينيز لتر. طب ما هي خلاص شكل البكتيريا كده خلاص يا يعني عم، مش لازم تقول لي على شكل تشاينيز لتر. يقول لك واسع على ناحيه اكسنتريك، فاهم؟ لا مش فاهم ايه اكسنتريك، يقول على شكل بارود بيك يعني. اه خلاص فهمت. يقول لك دي على شكل سويس شيز ابيرا. طب دي اكتر حاجه بيهتموا فيها في لا سويس شيز دي بقى ايه؟ هنا احنا نعرف اسطنبول شيز، اسطنبول شيز، ثلاجه شيز، دوبل كريم شيز،
براميلي شيز انما اسمه شيز. الفرج عندنا السنه اللي فاتت كان بيقول لنا في حاجات تكتبوها عشان يتبسط منك تكتب صح. يا عم انا مالي امال اللي يصحح؟ انا بقول لك العلم. انت عارف لو واحد فيكم راح بره يضرب الطلبه هناك بالجزم. اه والله انتوا مستواكم اعلى من الاجانب كتير، وعشان كده هتستغربوا في حاجه، اللي فيكم انترستد وشاطر يمتحن شهاده اجنبيه ويوريني نفسه. انا اعرف واحد دفعتي اخو الدكتور حسن وهم، اسمه كريم وهم، دفعتي طلع الاول على العالم في اليو اس ام ال اي، وفي دفعتين تاني في منهم وارد انا درست له طلع الاول على العالم درس اليو اس ام ال اي وطلع الاول على العالم. في ناس بيذاكروا الزماله ويطلعوا مش عارف نمر. لا المصريين اي نعم. انا بقول انا كنت امبارح مع طلبه ماليزيا بيتكلموا، قلت لهم صحيح انت عندكم سيستم بيخلفوا كلكم يا افريج يا اوفر افريج، لكن احنا ما عندناش سيستم في حاجه من اثنين، يا تلاقي عباقره يا تلاقي جاموس. اه احنا عندنا عباقره. قلت لهم الدليل على ان احنا عندنا عباقره اكثر من عندكم، كم واحد من عندكم خد نوبل؟ ولا واحد. احنا عندنا خمسه سته خدوا نوبل. طيب الصعوبه تولد عواقب بس للي عايز. يبقى بيبان في الباريم ثلاث حاجات، وايد اوسوفيجاس، سيجار شيب، بارود بيك، والاندوسكوب. لو عملت اندوسكوب انقل لي وصف حي، انقل لي انت وصف حي دخلت بالاندوسكوب في كاردياك اكاليزم. وانا داخل هلاقي فيري وايد اوسوفيكس، ولاقي اكل وميه متجمعين مش عارفين ينزلوا. لو قربت بالاندوسكوب من الوول هتلاقيه اسوفجايتس والسريشن واحتمال مالجن. لو عديت من اليومن الواسع ده بقى وقربت من الكاردياك سفنتر هلاقيه في سباز، والاقي فتحه الكارديا كمل مقفوله ليه؟ دخلت بالاندوسكوب يوم حد ولا كان صليت الجمعه كله اخر؟ ايه اللي مقفل؟ ايه هذه الاجابه بنت اللذينه؟ لو دخلت بالاندوسكوب هلاقي فتحه الكارديا. اه فيها سباز بس الصفه الاهم ايه؟ على ناحيه. برافو عليك. ايه اهميه الحته دي؟ يقول لك ايه؟ اهميه ان على ناحيه لما تيجي توسعيها ما توجهيش الدايليتور في وشك تخرمي على ناحيه. شفت اهميه المبارد بيك او اكسنتريك اوبننج؟ لما باجي اوسع السفنكتر ده بوسعها على ناحيه مش بوجه الدايليتور. يلا نعيد من الاول وجديد. قولي الكارديك سفنكتر عباره عن ايه؟ كارديك اكاليز. ليه؟ علي صوتك بس شويه. سبازم في السفنكتر نتيجه اكسنت برا سمباثيك وسمباثيك كسر. هل طول السمباثيك ثابت ولا متغير؟ بيزيد ويقل. وبالتالي السيمبتومز انترميتنت. امشي مع اول سكه، الاكل لو جبت بلعه يحصل ايه؟ هيقع. ديسفيجي مور توورد الفلويد، وبقينا انترميتنت ديسفيجيا في الويت افريج. السكه الثانيه. الاكل اللي هيقعد والميه هيعمل وسع واوسبجايتس والسريشن وماليجنس. ثالثه، طب والاكل ده مصيره يا يعدي يا يرجع وينط في الاير واي ويبقى ريجارجيتيشن في اسيد فري اندايجستد، ريحته مش وحشه لانه مش متخزن بقاله كتير، وساعات يحصل منها اسبيريشن. دي السكه الثالثه. عملنا انفستيجيشن باريوم واندوسكوب. اخر انفستيجيشن حاجه اسمها مانومتر، ببلع العيان سنسور بيحس ببريشر. طول ما هو نازل هيقيس لو بريشر سيجمنتس الى ان يصل للسبازما هيقيس هاي بريشر سيجمنت. دي انفستيجيشن معروفه في الموتيليتي ديسورد. ايه؟ يعني لو كبر لدرجه انه وصل لخرتين. يقول لي هل الدايلاتيشن ده ممكن يعمل ديسبينيا؟
ما فيها بي. هل ممكن يعمل ديسنا؟ ليه؟ انت فاكره هيوسع بص؟ ممكن واحد يقول لي ممكن يفرقع؟ بوم! لا ايه اللي فرقع؟ لا مش الدرجة ده بقى. هو يوسع مثلا كده بس مش هيوسع بقى كده. السنسور ده موجود في مصر. ليه؟ اه موجود بس ابن كلب مؤلم. تعب بيعملوه ازاي؟ يالا السنسور اللي بيقيس بريشر ده المانومتري بيربطه بفتلة. ويعلق لك الفتلة في اسنانك. هنا ويبلعك الفتلة. ويسيبك بيه 24 ساعة. اللي واقف ده. ممكن واحد بقى اللي هو نظام زورو خرتيت يقوم بلع الفتلة بالسنسور. يمد اطيب من الجزمة بالسنسور ده غالي. ما لهاش انفستيجيشن مش عملية قوي. دي بتنفع في الابحاث العلمية بس. في scientific research. العلاج. اول حاجة هحاول مع العيان ده ادي له سموث مصر ريلاكسان زي النيترايل والكالسيوم تشانل بلوكر مع اقوله غير طبيعة اكلك يا برنس. يقول لي ازاي؟ اقوله الطبيعي ان الانسان لما بيبلع الاكل بيعدي على الاسوفجاس دقيقة وينزل. انت مختلف عن الناس ان الاكل بيتجمع جوه الاسوفجاس بالساعات. فبلاش شطر. بلاش كحول. بلاش الحاجات المسبكة زي المي. كل الحاجات الخفيفة زي المحشي. لا اقول له بلاش الحاجات المسبكة. بلاش الحاجات اللي فيها شرقة. بلاش كحوليات. بلاش سجاير. يقول لي ليه؟ اقول له الحاجات دي هتقعد في الاسوفجاس فترة تهريب. ويبقى فيه ريسك يقلب مالجنت. وكمان اقول له ما تاكلش حاجات ميه كتير. شربش ميه شرب عصير. لو عطشان حتى كل حاجه من اللي فيها ميه زي الخيار والقوطه. اه والله خيار والقوطه يعدوا لكن الميه ما تعديش. يعني كل ده بقول له ايه؟ غير طبيعه اكلك وشربك. مع اديله سموس ماسر ريلاكسنت بقول له فوت عليا بعد 6 شهور. فات بعد 6 شهور وقال لي انا ما اتحسنتش. لسه الاكل بيقعد وهريني وبشرق وبيرجع الاكل اسيد فري اندايجستد. بيحصل لي منه اسبيريشن. دخلت مستشفى قبل كده بالتهاب رئوي. كمان الديسفيجيا لسه موجوده مش مصدقني. كله الاقيه صح. اجي اعمل له باريا ما الاقيه فعلا ما اتحسنش. اجي اعمل له اندوسكوب الاقيه ما اتحسنش. اقول له يبقى انا هنقل على الخط الثاني جراحه. ازاي اتعامل مع ماسل سبازم في الكاردياك سبين؟ نفس الكلام اللي قلناه على الكريكوفارينج. احقنها باتيولينم توكسين. اعمل ريبيتد اندوسكوبك دايلاتيشن او اقطع الاسفنكتر تماما. قول لي تاني. ليه احنا ما نقدرش نقطع السمباتيك سبلاي؟ اه عشان العيان بقى يبقى مهرول. لا سمباتيك ولا باراسمباتيك. لا بس انا قصدي الاسفنكتر بس. يا عريس مش هيبقى فيه توم للمصل. لا التوم مش مهم. ممكن بس. لا يا دكتور خلي بالك. خلي بالك يا برنس. خلي بالك يا برنس. لما جيت الباراسمباتيك يغيب. لما جيت الباراسمباتيك يغيب غاب عن الاسوفيجاس لكن بقيت الحتت فيها باراسمباتيك. لما هاجي اقطع انا السمباتيك هقطع نرف. هقطع تشين. هتاثر على حاجات كتير. مش هقدر اختار السمباثيك اللي داخل الكارديو سفنتر بالذات واقطعه. انا هقطع نيرف كبير. سمباثيك تشين هتعمل لي هورنر سندروم في العين وتعمل لي هورنر سندروم في الريكتر. تبص ايه الريكتر حصل له مايوزس. هنا هقطع سمباثيك كتير. ما فيش حاجه اسمها كده. لكن انا عندي حل. ريبيتد اندوسكوبيك دايلاتيشن انجكشن اوف بوتيولينم توكسين او اقطع السفنتر تماما واعمل هيلرز كارديومايوتيك. ايه عبء عمليه الهيلرز كارديومايوتومي؟ ان انا اقطع السفنكتر تماما. تعمل جلد. مين اللي قالها دي؟ تعمل جلد. يبقى انا قلبت الاسبازم زي ما انت بتقول الى باتيولوس. ايه يا دكتور هو عبء. يبقى انا بعمل بوتيولينم توكسي او ريبيتد اندوسكوبيك دايلاتيشن او اقطع السفنكتر. عبء عمليه قطع السفنكتر اللي اسمها هيلرز كارديومايوتومي انها تقلب الاسبازم الى جرد. في حل بديل الرابع اللي هو كارديوبلاستي اللي مكتوب قصاد. الحل بديل ان انا اقطع الاسفنكتر حاجه اسمها كارديوبلاستي.
اقطعه بالطول واخيطه بالعرض. تعالوا نشوف ايه المعنى ده، ايه المعنى من الجزمه ده. عينك عليا يا دكتور. بص يا دكتور، السفنكتر ماشي بالعرض كده يا باب، السفنكتر ماشي بالعرض وفي سباز. ما تبص يا قلم، بص بس بقى. السفنكتر ماشي بالعرض كده، عينك عليا يا بنتي. السفنكتر ماشي بالعرض يا بنتي، بصيني. السفنكتر ماشي بالعرض، بص بعمل ايه؟ بص المسافه ما بين الزرارين دول، بقطعه بالطول. لو قطعته بس كده ده الهيلرز كارد مايو. بقطعه بالطول وشده، اخيطه بالعرض. عامل زي البالونه، البالونه يا طويله ورفيعه يا اما قصيره وعريضه. الواحد حاسس انه بيشرح لكنافه. عيال اي كيو بتاع كنافه. السفنكتر عامل كده يا برنس، طويل ورفيع في سباز. بقطعه بالمشرط كده، لو قطعته وسبته مقطوع ده الهيلرز كاردي ماوت. لكن انا بقطعه بالطول واركب خطافين واشده زي البالونه، لان دي مصر. اشده كده واخيطه بالعرض، هيبقى عامل كده اهو. الفتحه اللي انا كنت اعملها بالطول شدتها وخيطتها بالعرض. بسرق من الطول، عارف زي مسرحيه المتزوجون بتاع سمير غانم، فاكرين البنطلون؟ يا طويل ورفيع يا قصير وعريض. هي نفس القماشه بفصل منها سفنكتر قصير بس عريض. دي وات از كولد كارديو بلاف. معالة؟ لا يعني انا ما بسيبوش، ما بقطعوش واسيبه كده يقلب بجرد. بخيطه تاني، بقطعه واخيطه تاني، بس ما بخيطوش في نفس الاتجاه، يبقى انا ما عملتش حاجه. يلا كده الاوسوفيجاس خلص، لان انا شارح كانسر اوسوفيجاس. مش احنا شرحنا كانسر اوسوفيجاس في الاسكيم؟ اه. لسه دي تجميع. هقول لك